أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم على قناتكم اعرف وتعلم. النهاردة معنا يا أولاد درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان التعبير الكتابي، كتابة قصة قصيرة. والقصة القصيرة يا أولاد هي نوع من الكتابة، نوع من الكتابة بتكون سرد لأحداث موقف أو موضوع محدد. يعني بتحكي لنا عن إيه موقف أو موضوع معين، والأحداث دي ممكن تكون واقعية أو خيالية من خيال الكاتب. كمان بتتميز القصة القصيرة بأن مفرداتها سهلة عشان يتم قراءتها بشكل سريع. طيب، عناصر القصة يا أولاد بتتكون من 7 عناصر. أول عنصر معانا العنوان، والعنوان ده لازم يكون معبر عن أحداث القصة اللي احنا بنكتبها. تاني حاجة الشخصيات اللي هي أبطال القصة، والأشخاص دول ممكن يكونوا أشخاص أو حيوانات أو طيور. تالت حاجة معانا المكان، والمكان ده اللي بيحصل فيه أحداث القصة، زي مثلا المدرسة أو الغابة أو المنزل أو أي مكان. رابع حاجة الزمان، والزمان اللي دارت فيه أحداث القصة، يعني مثلا أقول صباحا، صيفا، شتاء، قديما إلى آخره. خامس حاجة معنا البداية، والبداية لازم تكون بداية شيقة بتجذب انتباه القارئ. عندنا كمان المشكلة، والمشكلة دي هي الحدث الرئيسي اللي موجود في القصة واللي بيحتاج حل. آخر حاجة معنا النهاية، ولازم يا أولاد النهاية تكون مناسبة للأحداث وتحمل حل للمشكلة اللي معانا. طيب، أعمل إيه عشان أكتب قصة قصيرة وتكون مميزة؟ يجب أن تراعي الآتي: المفردات الجديدة اللي تعلمتها والكلمات الوصفية المناسبة، إن الكلمات تكون متنوعة ما بين المفرد والجمع وفقا للسياق، كمان استخدام الأفعال المناسبة وظرفي الزمان والمكان. إن أنا أستخدم إيه؟ ظرفي الزمان والمكان اللي احنا خدناهم، واستخدم علامات الترقيم المناسبة، واتبع قواعد الكتابة والإملاء الصحيحة، كمان يكون عندي جمال الخط. فهنبدأ مع بعض يا أولاد أنشطة سلاح التلميذ على كتابة قصة قصيرة. نشاط ألف: اقرأ الجمل التالية واختر لكل منها العنصر المناسب من عناصر القصة. عندنا العنوان، الشخصيات، الزمان، المكان، البداية، المشكلة، النهاية. فأول حاجة معانا بيقول: أنا وصديقي طارق رأينا ولدا. كان الولد يجلس حزينا وحيدا. خرجنا إلى فناء المدرسة ذات يوم بعد انتهاء حصة اللغة العربية. بعد كده جاء وقت الراحة، ذهبنا إليه وتعرفنا إليه وأصبحنا أصدقاء، نحن جميعا أصدقاء. فأنا هبدأ بالعنوان. طبعا العنوان المناسب يا أولاد هنا اللي هو طبعا إيه؟ نحن جميعا أصدقاء، يبقى ده العنوان. بعد كده الشخصيات، إيه هنا الجملة اللي بتحمل الشخصيات أو فيها الشخصيات اللي موجودة في القصة؟ أي أنا وصديقي طارق وولد. بعد كده الزمان، الزمان طبعا هنا أولاد جاء وقت الراحة، يبقى الزمان كان في وقت الإيه؟ الراحة. المكان، المكان خرجنا إلى فناء المدرسة، وده الإيه؟ المكان. طب البداية، البداية ذات يوم بعد انتهاء حصة اللغة العربية، هي دي طبعا الايه؟ البداية. بعد كده المشكلة، كانت ايه المشكلة؟ كان الولد يجلس حزينا وحيدا. اخر حاجة معانا النهاية، ذهبنا اليه لما كان قاعد وحيد، ذهبنا اليه يعني رحنا له، وتعرفنا اليه، تعرفنا عليه واصبحنا اصدقاء. دي بالنسبة لاجابة العناصر اللي معانا. كتبنا العنوان والشخصيات والزمن والمكان والبداية والمشكلة والنهاية. نشاط باء: هيا أيها الروائي الصغير أكمل القصة التالية. عندنا البداية، مشكلة، النهاية. فالبداية بتقول: يوم الإجازة كان محمد وجنى ينظفان حديقة منزلهما. والنهاية بتقول لنا: قال حمزة أعتذر ولن أرمي القمامة على الأرض مرة أخرى. يبقى كانت إيه المشكلة يا أولاد؟ هنقول مثلا إيه؟ في يوم الإجازة كان محمد وجنى ينظفان حديقة منزلهما، لكن حمزة ألقى القمامة في حديقة المنزل، فغضب محمد وجنى. فلما غضب محمد وجنى إلا حصل؟ قال حمزة أعتذر
ولن أرمي القمامة على الأرض مرة أخرى. بالنسبة يا أولاد للشخصيات الموجودة، شخصية القصة هي محمد وجنى وحمزة. الزمان يوم الإجازة. المكان حديقة المنزل. يقول لك بعد كده فكر في عنوان للقصة، ممكن أقول إيه؟ حديقة منزلنا. بننتقل يا أولاد لنشاط جيم. اقرأ القصة التالية ولاحظ تحليلها في الجدول. الأسد والفأر. كان الأسد يمشي ظهرا في الغابة متجها إلى النهر يشرب. فجأة وقعت فوق رأسه شبكة كبيرة، حاول الخروج منها لكنه لم يستطع. رآه الفأر فقال له: اطمئن يا صديقي العزيز، سأساعدك. وبدأ الفأر يقرض الشبكة حتى استطاع الأسد أن يخرج منها. فقال له الأسد: سأعطيك لقب الفأر المنقذ، فأنت رمز للصداقة الحقيقية. بالنسبة لتحليل النص، أول حاجة عندنا العنوان الأسد والفأر. تاني حاجة الشخصيات، الشخصيات اللي موجودة في القصة يا أولاد الأسد والفأر برضو. المكان، الكلام ده حصل فين؟ في الغابة. الزمان، ظهرا. وجبنا ظهرا دي منين؟ كان الأسد يمشي إيه؟ ظهرا. يبقى الزمان إيه؟ ظهرا. البداية، كان الأسد يمشي ظهرا في الغابة متجها إلى النهر. طب إيه هي المشكلة يا أولاد؟ المشكلة إن وقعت شبكة فوق الأسد ولم يستطع الخروج منها. شبكة وقعت إيه؟ فوق الأسد، وما قدرش إن هو يخرج إيه؟ منها. طب النهاية كانت إيه؟ إن الفأر يقرض الشبكة وينقذ الأسد. بالنسبة للمفردات الجديدة، عندنا العزيز ورمز ولقب. ظرف الزمان عندنا ظهرا. ظرف المكان فوق. فعل الأمر اطمئن. بننتقل بعد كده لنشاط دال. اقرأ القصة التالية ثم حللها في الجدول. وعنوان القصة اللي معنا أنا متواصل. يوم الأحد صباحا قالت المعلمة: هذا صديقكم الجديد عزت، إنه طالب مميز ولديه موهبة الرسم وحائز على لقب الرسام الصغير، هيا رحبوا به. أشارت المعلمة إلى عزت ببعض الإشارات فابتسم وجلس بجانبي. فهمت أن عزت لا يستطيع التحدث وأنه يتواصل بلغة الإشارة، ففكرت كيف سأتواصل معه. اقترحت على معلمتي أن تعلمنا جميعا لغة الإشارة لنتمكن من التواصل مع صديقنا الجديد. سعدت المعلمة بهذا الاقتراح وقالت: أحسنت التفكير، فيجب أن نتواصل جميعا. نيجي على تحليل النص. أول حاجة عنوان القصة أنا متواصل. الشخصيات اللي موجودة في القصة المعلمة وعزت والتلاميذ. المكان، كان الكلام دوما في الفصل. الزمان، يوم الأحد صباحا. البداية، يوم الأحد صباحا قالت المعلمة: هذا صديقكم الجديد عزت. كانت المشكلة إيه؟ أن عزت لا يستطيع التحدث. النهاية، تمكننا من التواصل مع صديقنا الجديد عزت طبعا عن طريق الإيه؟ لغة الإشارة. المفردات الجديدة يا أولاد هنا عندنا كلمة مميز وحائز والتواصل. ظرف الزمان صباحا، وظرف المكان جانبي. فعل الأمر أرحبه. آخر حاجة معانا يا أولاد نشاط هاء. بيقول: ألف قصتك التي تعبر عنك ثم ارسم. أنت هتكتب قصة حصلت لك وهتعبر عن الكلام دون بالرسم. طبعا هتحط عنوان للقصة، تحط زمن ومكان، الشخصيات اللي أنت هتحكيها، البداية كانت إيه، المشكلة إيه، النهاية اللي إيه اللي كانت للقصة هتكتبها وترسمها. بكده يا أولاد نكون انتهينا من شرح التعبير الكتابي، كتابة قصة قصيرة. أرجو أن كل الطلاب يكونوا استفادوا من درسنا النهاردة. استنوني على قناة يعرف وتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.